ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معايا ريفيو جميل جدا. طبعا الناس اللي بتعاني في البشره من الحبوب جايبه لكم حل سهل وسريع وبرده رخيص جدا مش غالي. طبعا بنزل لكم الحاجه اللي هي بتبقى على قد الايد وفي نفس الوقت مفعولها بيجيب نتيجه وكويس جدا. طبعا انا نزلت لكم ريفيو عن محلول كريلا. طبعا ده محلول بيعالج القشره اللي هي بتبقى في الشعر، اللي هي بتبقى الناشفه الجافه اللي هي بيبقى ليها ريحه. النهاردة هستخدم المحلول ده استخدام تاني للبشرة. حد تاني يقول لي البشرة؟ اه للبشرة، كويس جدا وبينقي. هقول لكم دلوقتي هنستخدمه ازاي. طبعا احنا اللي هنستخدمه النهاردة استخدام للبشرة، هتجيبي اي عيدان اللي هي بتاعت الودان دي، هناخد واحد. اي حد طبعا بشرته بيبقى فيها حبوب دايما باستمرار، اللي هي الحبوب الحمراء دي، مش الحبوب اللي هي الحبوب اللي هي بتبقى بارزه في. طبعا عايزه اقول لكم ان ده بيعالج الحبوب اللي هي في البشره اللي هي الحمراء بس، مش الحبوب اللي هي بتبقى بارزه تحت الجلد او الحبوب اللي هي الكتيره قوي حب الشباب، لا اللي هي الحبوب الحمراء بس اللي هي بتبقى لسه الحبايه طالعه. طبعا هنستخدمها ازاي في المحلول اللي هو الكريلا ده؟ بنجيب اللي هو العود اللي هو احنا بتاع الودان ده، بنحط عليه نقطه كده زي ما انتم شايفين، ونبتدي ان احنا نحطها على الحبايه. ما ينفعش نستخدم فيها قطنه، طبعا مش الحبوب اللي هي البارزه في البشره زي ما قلت لكم، دي طبعا بتعالج الحبوب اللي هي الحمراء بس. طبعا هناخد نقطه كده زي ما انتم شايفينها ونحطها على الحبايه الحبوب اللي هي الحمراء. طبعا مش هينفع نستخدم اي قطنه عشان ما نوزعش المحلول على البشره خالص وننشفها ونبوظها. طبعا هنبتدي ان احنا نستخدمها، نحط اللي احنا حطيناها ونحطها كده على مكان الحبايه بس كده، هتبتدي ان هي يعني بالليل ان شاء الله او ساعه او نص ساعه هتلاقيها اختفت خالص. زي ما قلت لكم هنبتدي ان احنا نحط المحلول اللي احنا حطيناه في العود بتاع الودان، هنبتدي نحطه على مكان الحبايه كده عشان ما نبتديش ان احنا نوزع المحلول على بقيه البشره وتنشف معانا او تبوظ، فاحنا بنحطه على مكان الحبوب بس. جربوه بجد، هيبقى بجد ممتاز معاكم في البشره، واي حد بيعاني من حبوب في بشرته مش هتطلع معاه تاني مع المحلول كريلا ده. وبكده خلصت الريفيو معاكم، واتمنى الريفيو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.